السلام عليكم خوتي، تكملة للفيديو اليوم رانا مع السير ايكون 7 جديد اخر اصدارات شركة ايكون. هذه هي الواجهة الاولى اللي تجيكم. اول حاجة ديروها تكونكتيوه بالانترنت في الشبكة اللي تحتها كامل، كما على بالكم ماش راح يجي فيه وي في انتجري، دونك لازم تركبوا لاكلي تاع الوي في. بعد ما نكونكتيوه بالانترنت نروحوا للتحديثات، سواء باليو اس بي ولا بار انترنت. راح نديرو نت ابجريد يعني عن طريق انترنت، نستناو شويه يجينا اخر تحديث نحملوه ونعاودو نرجعو لكم ونشوفو الواجهه الجديده للجهاز، نديرو اوكي ونخلوه يتحدث. بعد ما يكمل التحديث راح يطفى الجهاز يعاود يشعل من جديد، وهذه هي الواجهه. راح يبانو لكم لي زي بي تي في اللي داروهم جدد في هذا الجهاز. عندك اول تطبيق اللي بسبت والجهاز راح يتشهر بزاف والناس كامل راح تحوس تشريه هو جوجو اي بي تي في المعروف، راح يجي فيه سنه. عندكم ريفانج اي بي تي في مده سنه، لينكس اي بي تي في مده سنه، ميجا ستار اي بي تي في مده سنه، اوزو اي بي تي في مده سنه، جوبيتر لمده سنه، شوتر او تي تي لمده سنه، والبوب لايت لمده سنه. على كل اوزو والبوب ما راحمش يكونوا حاجه 4444، ولكن يعني راح تلقاو فيه سنه. مي كيما الجوجو ولا الريفانج ولا لينكس ميجا ستار يعني راهم، والشوتر تطبيقات معروفه الناس كامل تقريبا كلها مشتركين فيهم يعني مخلصين على الاشتراك. وهذا الجهاز مادام راه فيه هذه الاشتراكات مجانيه يعني راح تستفادوا من هذه الاشتراكات مجانا داخل هذا الجهاز. اما بالنسبه للسيرفر الموجود لداخل الجهاز كيفاش تفعلوه، كما عودناكم تروحوا للشبكه ولا نيتورك، تهبطوا تحت فونيكس لايت اوكي، وراح يجيكم هنايا تضغطوا على الزر الاخضر ويتفعل لكم السيرفر لمده 18 شهر وبالصحه عليكم. على كل إن كانت هذه المراجعه لهذا الجهاز نهار اليوم. اللي عجبو هذا الفيديو ما عليكم ديروا غير جام وابوني للصفحه تاعنا، ومرحبا بكم.